وللحديث عن انهيار الصناعة في العراق وعدم التفاؤل بحكومة السودان للنهوض بها وسط الانهيار الاقتصادي في البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي الدكتور سناء عبد القادر. حياكم الله دكتور سناء. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك دكتور سناء. يعني بقراءة سريعة للبرنامج الحكومي الذي أطلقه السوداني، هل تعتقد أن هناك نية فعلية للنهوض بالصناعة العراقية، لا سيما أن السوداني كما تعلم شغل منصب وزير الصناعة بالوكالة في عام 2016؟ في البداية تحياتي لكم وإلى جميع مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. حياكم الله. محمد شياع السوداني عندما كان وزير الصناعة بالوكالة، أنا نشرت بحث حول تراجع وضعف مساهمة القطاع الصناعي في تطوير الاقتصاد الوطني العراقي، وبالذات نشرت بحث في شبكة اقتصاديين العراقيين بتاريخ 22 كانون الأول 2016، يعني عندما كان هو وكيل الوزارة وأنا طبعا ما أعرف، بس أنا نشرت هذا البحث. البحث قام على إحصائيات من وزارة التخطيط العراقية. مع الأسف طبعا القطاع الصناعي بعد 2003 ضرب ضربة قوية وتراجع ولا يساهم إلا بمقدار 3% من الانتاج الوطني العراقي أو من الدخل القومي أو من الناتج المحلي الإجمالي، في حين طبعا في سبعينيات القرن الماضي القطاع الصناعي كان يساهم ب 30% وخصوصا الصناعات التحويلية. تصور وين 30 وين 3%، شوف الفرق. الآن بالوقت الحاضر طبعا حتى أقل من 3% بحدود 2%. محمد الشياع السوداني طبعا لو تقرأ البرنامج جيد جدا، لكن ما هو التطبيق؟ التطبيق سوف نرى طبعا بعد مرور 6 أشهر أو سنة، لأنه واحد كذلك فيما يخص مثلا تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، كان هو ضد التخفيض في حين بعدين الدينار خفض. كان سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار 1135، بعدين صار 1145 للدولار وهكذا. إذا لم يفي بوعوده محمد شياع السوداني. طبعا هو جاء بوعود، وطبعا يعني الوعود كذلك انه مدى تطبيقها. والغريب بالامر انه الحكومات العراقيه او الوزارات العراقيه بالتتابع واحد يتكلم على الاخر وواحد يبطل الانجازات الذي او القرارات التي خرجت من رئيس وزراء السابق فرضا من الكاظمي. يعني ما جاءت امه الا ولعنت اختها كما اذن يعني هذا عدم التفاؤل ان صح التعبير ب أداء حكومة السوداني لربما في الأصل نابع من أداء يعني السوداني عندما كان وزيرا للصناعة بالوكالة. نعم الواقع. اتحاد الصناعات العراقية تحدث عن تعطيل متعمد لنحو 60,000 مشروع صناعي، برأيك ما هو المانع أمام عودة الصناعة العراقية لأوجها؟ لا يوجد مانع إذا كانت هناك نية صافية وحقيقية لدى الحكومة العراقية بإعادة إحياء الصناعة العراقية، سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص أو في القطاع المختلط. توجد لدينا صناعات، لكن مع الأسف لا يوجد تشجيع من قبل الحكومة العراقية، وهناك مشاكل. أول مشكلة الكهرباء، ثاني مشكلة المياه، ونحن نعرف الآن قلة وشحة المياه في نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى عدم انتظام الكهرباء. طيب كيف تعمل المصانع؟ والمشكلة طبعا ليس فقط في القطاع العام، لا في القطاع الخاص، في القطاع المختلط. وتلاحظ يعني ما قاله السيد رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل الحسناوي، يعني المشكلة هذه. نعم، جناح المنتج الوطني في معرض بغداد الدولي لم يزره أي مسؤول حكومي، يعني لماذا تصر الحكومة على تجاهل تفعيل الإنتاج الوطني، وما الذي يمنع بالفعل من استخدام الوفرة المالية لتطوير الواقع الاقتصادي برأيك؟
عدم الاهتمام بزيارة معرض بغداد الدولي والقسم الصناعي، هذا ناتج عن ضعف الحكومة العراقية، عن عدم اهتمام الحكومة العراقية بقطاع الصناعي بالعراق. طبعا انطلاقا من انه استيراد كبير من الخارج وخصوصا من ايران، وهذا ما يؤدي الى ضعف القطاع الصناعي. لا توجد حمايه جمركيه للقطاع الصناعي، هل للمنتجات يمكن الصناعيه الوطنيه بالعراق لا توجد، نعم بالاضافه للمنافسه من الاستيرادات من قبل الاستيراد من الدول الاخرى وخصوصا من الدول الجوار. يعني من هنا دكتور نعم سناء، هل يمكن القول أن هذا الإهمال هو إهمال وإضعاف متعمد للصناعة في العراق لكي نعم لتقوية إضعاف متعمد طبعا صحيح. ولا لماذا لم يعطى اهتمام كبير للصناعة العراقية منذ 2003 ولحد الآن؟ في تراجع في تراجع في تراجع، من 30% إلى 3% نسبة الصناعة التحويلية بالناتج المحلي الإجمالي العراقي. في حال وجود نية حقيقية كما ذكرت، هل تعتقد أن السوداني قادر بالفعل على التأثير على الأحزاب وإحداث اختراق بملف إعادة تأهيل المصانع الحكومية ودعم القطاع الخاص دكتور سناء؟ نعم ممكن لو كانت هناك نية صافية. بعدين لا تنسى أكو في عندنا مسألة معينة، احنا كثير من هذه مشاريع الاستيراد او بعض الصناعات الموجوده في ايران او في دول الجوار هي تابعه لمن؟ للاحزاب الموجوده بالسلطه. طيب كيف راح يتعامل السوداني وهو جاء بموافقه هذه الاحزاب؟ اذا راح يصير تناقض. هل يملك السوداني قوه للوقوف بوجه هذه الاحزاب التي جاءت به؟ هذا السؤال طبعا مطروح امامه. اذا كان وطني ويهمه الصناعة الوطنية تهمه، إذا يجب أن يعمل على رفع الصناعة الوطنية ومكافحة الفساد والوقوف بوجه استيراد كافة المنتجات الصناعية، سواء كان المنتجات الغذائية أو المنتجات الزراعية أو منتجات صناعة تحويلية، منتجات صناعة خفيفة وهلم جرى. نعم. ولربما هذا يكون أمرا مستبعد. إذن الدكتور سناء عبد القادر، كنت ضيفنا عبر سكايب من أوسلو، وأنت طبعا الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.